رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لسكينة، أحوال طيبة على الحمد خير. الحمد لله، الله يبارك فيك. كيف راك مع التقلبات الجوية؟ الحمد لله، نكون عارف مستوى إن شاء الله تعالى. مرحبا. التقلبات يعني هو إنسان يعيش حياة يعني متقلبة بين قوسين، الاستقرار فيها صعب جدا أكيد، ولكن يبحث على الاستقرار، احنا نبحثوا على الاستقرار ان شاء الله باذن الله يا رب. الله يوفقنا. وعلى بركه الله نبداو اللقاء مع الاستاذ سعيد النووي للاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه. اول سؤال معنا اليوم استاذ سعيد يقول: السلام عليكم، سؤالي للخبير القانوني وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم. انا ارمله، عمري 42 سنه، توفى الزوج ديالي، الاخوه ديالو رفضوا يعطوني حقي بالتي هي احسن، فمشيت باش نقدم شكوى ضدهم للمطالبه بتقسيم التركه، طلبوا مني نجمع 12 شاهد باش نعمل عده الاراثه، يعني عده المتاول ورثه، وانا عندي وثائق الاملاك كلها، لكن ما عنديش مصاريف لكل الاشياء اللي طلبوا مني. ارجوك قل لي كيفاش يمكن ناخذ حقي بطريقه سهله وبدون مصاريف كثيره. نعم بالفعل، هو يعني في البدايه مادام انه كل املاك يعني لم يعني ما قمامش جلاش في السميه ديالها، هنا ممكن انها تلتج للسيد وكيل المالي، كما كنقول دائما انها من حقها مادام ما عندهاش يعني امكانيه ماديه من اجل الوصول واحد الحق معين، انها تطلب المساعده القضائيه. فبطبيعه الحال من غادي يحدد لها النيل او يتحدد لها المحامي اللي غادي يدافع عليها ويقوم بجميع المساطير اللي تم او اللي خصها تكون باش يسترجع الحقوق ديالها او تمشي في اطار القسمه، لانه الان هي وارثه من ضمن ورثه يعني كثر. فهنا ربما انه المحامي غيتقاضى اتعام معينه، خص تكون عارفها بانه غيتقاضى اتعام معينه، باعتبار انه الاجراءات التي سيقوم بها او العمل الذي سيقوم به سيرجع له واحد النفع معين، غادي يرجع له واحد النفع معين، الا انه ما غادي يبقاش اتفاق بينه وبينها باش تكون مطمئنه، لانه في هذا الاطار ملي كتكون المساعده قضائيه تكون النقيب هو الذي يحدد الاتعاب ديال المحامي، باعتبار انها كتكون مساله حساسه، وحتى ان تكون بعض الظروف معينه، حتى لكان مثلا المحامي الذي يتم تعيينه او يعني توكيله من طرف موكل في اطار العادي انه كيتم اتفاق الاتعاب بينه وبينه بصفه حبيه، ولكن في هذه الامور هناك يتم فرض بين قوسين تعيين محامي الذي لا تعرفه ولكن في اطار مساعده قضائيه. يعني ربما حتى يعني حتى المحامين في بعض الاحيان كتكون الحاله الماديه ما كتسمحش ديك اللحظه، كيقدروا يعينوا الاتعاب ديالهم بعديه، يعني كيقوم باداء كاع المصاريف ولا غير ذلك، وكي كيجيو المبالغ كياخذ الاتعاب ديالو المصاريف ديالو وكيعطي وكيتم استخلاصها بطبيعه الحال من صندوق المحكمه. بالفعل هو قبل من 2008 يعني حيت القانون المنظم المهنه هو يعني اكتوبر 2008، قبل منه كان ممنوع انه المحامي يحدد نسبه معينه، وان كان في العرف بين قوسين وفي التعامل يعني مع مجموعه من القضايا كان يتم تحديد نسبه معينه، بحال مثلا في حوادث السير مثلا بين 15% حتى 25% او 30% حسب الاتفاق او غير ذلك، في حوادث الشغل غير ذلك. لكن الان في اطار القانون يمكن تحديد هذه النسبه والتنصيص عليها، لانه دابا الان ممكن انه يتم ابرام ما يسمى بعقد يعني الاتفاق حول الاتعاب، كيدار واحد العقد ما بين الموكل وما بين يعني المحامي على اساس بانه سيستخلص اتعابه وفق واحد النسبه معينه او مبالغ محدده، وكذلك انه كيتكون مثلا مع الشركات كدير دي كونفونسيون دونوغيغ، تتكون هذه الاتفاقيه ديال الاتعاب مع الشركات على اساس بانه كيتم مدو مجموعه من الملفات وكيتم يعني تحديد واحد السقف معين، اما انه مبلغ معين محدد او نسبه من كل ملفات التي يتم تحقيقها، او اذا بلغ مثلا واحد التعويض تم يعني تنفيذه مثلا من طرف المحامي وكيفوق واحد المبلغ معين يتم تحديد نسبه معينه الى غير ذلك، فيكون اتفاق في البدايه. في حاله عدم حصول اتفاق هنا في تدخل النقيب، باعتبار انه كما قلت يا استاذه انه كي من بعد كيتحط يعني توضع الملف بين يدي النقيب وتشوف النقيب عنده مجموعة المعايير، يعني كاين المعايير الأقدمية ديال المحامي، كاين المعيار ديال الكفاءة ديال المحامي، كاين نوع القضية التي يعني باشرها المحامي، وكذلك النتيجة اللي توصلها المحامي. فهاد المعايير وغيرها من المعايير اللي كتكون تقريبية حيت ما كاينش واحد البريم، بحال مثلا القانون البلجيكي كيحدد واحد البريم معين ما خصوش يفوتو مثلا المحامي، بحال مثلا نقدر نقول اي ثمن مثلا بين 10000 اورو 1000 اورو 10000 اورو او 3000 اورو غير ذلك، حسب يعني الاتفاق، حسب يعني نوع القضيه. في المغرب ما كاينش، كاين يتم تحديدها باتفاق
جافقا باتفاق بين المحامي وزبونه، وتما تيكون في الخلاف تيكون النقيب، لكن اتفاق راه كيكون كيتم تحديد يعني عندك شي في العقد. وناخذوا معنا الرساله هذه كتقول: سلام استاذ سعيد النووي، كنشكرك جزيل الشكر على البرنامج الرائع، بغيتك الله يخليك تنصحني في الاجراءات القانونيه اللي نقدر نتخذ. شريت منزل من شخص كيملك فيه 75% وسجلت وحفظت، و25% اللي بقات فيها ورثه كثار وما بغاوش يتفاهموا معايا، ولكن انا اللي ساكنه في هذا الدار ومستغله ديك 25%. نعم. بغيت ندير دعوه ديال القسمه، بغيتك تنصحني بالطرق القانونيه باش ناخذ الربع اللي باقي ويبقى المنزل ليا انا. الله يرحم الوالدين، وراه فاتت المده اللي عندهم الحق يشفعوا فيها. هند، شكرا جزيلا. بالفعل هي مالكة على الشياع، إذا بغت تطلب القسمة لن يمنعها أي أحد، فلا يجبر أحد على بقي في الشياع، هذه قاعدة عامة. فبالتالي يمكن تقدم دعوة إلى المحكمة على أساس بأنها تنهي حالة الشياع، يعني الخبير إذا شاف بأنه يعني العقار غير قابل للقسمة البتية، بأنه يتم كل تحديد الأنصبة، كل واحد عنده حق مثلا غيستغله، هنا كيتم بيع العقار باعتبار قاسي بأنه 25% فيها مجموعة من الورثة وهي المستغلة الوحيدة للعقار الآن. فأكيد أنه العقار غيتبع عن طريق المنزل العالي، ولكن ممكن تدخل هي من أجل شراء هذه الحصة باعتبار هي لها الحق، يعني مالك 75% من العقار، وكذلك تبقى هذيك 25% النصيب، المبلغ المحدد لهذيك القيمه ديال 25% ممكن انها تقوم بوضعها في صندوق المحكمه، ويتم يعني شراء هذاك الحق المتبقي من الورثه باعتبار انهم يعني مالك الشياع. هذه الاولى، ولكن انا انصحها ما تمشيش للمحكمه، وانما اتفق معهم على اساس بانهم يديروا خبره حبيه، يعني يشوفوا خبير معين اللي غيديو الاتعاب ديالو، وهذاك الخبير غادي يقوم بحال عينه المحكمه، غادي يكون يعني طرف محايد، غادي يقوم باجراء خبره ويقوم يعني هذيك القيمه ديال 25% شحال غتجي نقدا، وتم يعني اعطائهم هذيك المبلغ على اساس بانه يتم التنازل عن داك الحق وتقوم بتسجيله في المحافظه العقاريه. نعم. وناخذوا معنا مكالمات الاوفياء لكن مباشره بعد ما توقفوا مع الفاصل الاعلاني. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ماد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء، مقبول لدى محكمة النقد. غادي نمشي ناخذ معايا مكالمتكم مستمعينا دائما على 0522 46 72 50 51 52. أيضا كلكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليه فراغ وصفتوا الرسالة ديالكم ل 50 80، رسالة عفوا نسيت الدرايب مع احتساب الرسوم. أيضا كلكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج اللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا السي الحسين من سطات، مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي لاباس بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله السي حسين. عافاك أستاذ، عندي واحد السؤال لك. عندنا واحد المشكلة مع واحد الكاري في المحكمة. كاري في المحكمة؟ كيفاش كاري في المحكمة؟ يعني احنا داعينو أيه؟ الدعوة معاه في المحكمة. نعم هاكا. يعني بغيت نسولك لازم حتى الواليد ما تخلى لنا ذاك الكاري في الدار، فهمتي؟ نعم. يعني الدار كتكون من تحت، من فيها السفلية وفيها الوسطانية، وهذا السيد عنده الوصل باش كاري عندكم؟ أيه عنده الوصل. وعلاش داعينو انتوما؟ علاش داعينو؟ حنا حيت حنا ورثة كثار. بغيتو تسترجعوا المحل هاكا، يعني ورثة كثار. أيه. يعني النص ديال الورثة ساكن في الدار الوسطانية. اها. والنص على برا كاري. نعم. فهمتي؟ أيه. تبع ما يسأل عليك. تبع ماك السي حسين، تبع ماك وبقى معايا باش نجاوبك، واخا تفضل. أيه. يعني النص ديال يعني الورثة في ساكن في الدار في خارج. أيه. يعني حنا محتاجين يعني لهذ الساكن، بس يعني دوك اللي خارجين باش يدخلوا يسكنوا في الدار التحتانية. نعم. وحنا داعينو. نعم. يعني دعينا الدعوة الأولى. يعني درنا محامي، درنا الدعوة الأولى المحكمة حكمت لي صالح كاري. يعني رفضت لكم الطلب؟ يعني رفضت لي الطلب، حكمت لي صالح كاري. استنفتوا الحكم؟ نعم. استنفتوا الحكم؟ لا، المحامي ما بغاش يستنفي الحكم. علاش؟ ما عرفت سيدي، قلنا لي استنفي الحكم، قال لك لا ما بغاش. إوا ممكن تشوفوا محامي آخر. المهم تبع معايا باش نكمل لك. واخا تفضل السي حسين. سيدي من حكمت الكاري عمر علينا بأن الدار ما ديال الناس. حيث الدار بقى سميت الوالد مات، والدار باقي ما حولهاش سميت الورثه. فهمتيني؟ تفضل. هاك باقي ما حولهاش سميت الورثه، يعني في الحكم يعني كتبنا بان الدار ماشي سميتنا، يعني ما ديناش الوثائق بان الدار ديالنا. نعم. فهمتي؟ نعم السي حسين.
وعاودنا درنا لي الدعوة الثانية نفس الحكم الثاني. نعم. يعني رغم أننا يعني درنا واحد جلسة ديال التوسع بأن احنا محتاجين هذا السكن ياك، ودفعوا وعطيناهم شهادة الملكية ديال الوالد. نعم. ياك. وعطينا شهادة الإناث اللي درنا، يعني هاد الوثائق الثلاثة كاينين في الملف. نعم. رغم كاك يعني المحكمة حكمت لصالح الكاري، ما عرفنا يعني هذا القاضي ولا القاضية اللي نجاوبك علاش السي حسين؟ أييه. صافي ساليتي المعطيات ديالك اللي بغيت تقول لي. أييه صافي أستاذ. من طبيعة الحال كما كنقول دائما بأنه يعني الشخص اللي تكون مالك واحد العقار وكره واحد المدة معينة ومن بعد احتاج ليه إما يسكن فيه هو أو يسكن فيه الأولاد ديالو أو الأباء ديالو أو اللي محكوم بوصية أو شي طفل مكفل به لغير ذلك، هنا كيعطي الحق القانون أنه يسترجع ذاك المحل، لكن القانون كيشترط أنه كيكون مالك لهذاك العقار المدة ديال واحد 18 شهر يعني سنة ونصف، لأن قبل كانت مدة 3 سنوات والآن تم تعديلها النصف تقريبا هي 18 شهر. ثانيا إثبات واش فعلا راكم محتاجين هذاك العقار. الحالة اللي قلت السي حسين على ما فهمت من الكلام اللي قلتي لي هو أنه أنتم تقدمتوا بدعوة ديال الإفراغ الاحتياج ولكن المحكمة ما رفضتش لكم الطلب ولكن ما قبلتش لكم الطلب. كنقول دائما الفرق بين عدم قبول الطلب ورفض الطلب، عدم قبول الطلب كيعني بانك الشكل ديال الدعوه اللي درتي راه ما صحيحاش قانونيا، معنى خصك تصحح الشكل ديال الدعوه. نعطيك مثلا الا ما دليتيش بواحد الوثيقه اللي كتبت راك انت كتملك هذاك العقار، قبل ما كتهضر معك المحكمه او تقول لك تشوف لك القضيه ديالك او تشوف الموضوع ديال القضيه ديالك كتشوف فعلا واش انت مالك العقار ولا ماشي مالك ليه، واش انت فعلا انت هو داك صاحب المحل ولا ماشي المحل. هنا ربما ملي دليتو نتوما ب يعني الشهاده الملكيه ديال الوالد ما دليتوش كذلك بالاراثه باعتباركم نتوما وارثين المحل، دليتو فقط بهذيك الشهاده الملكيه اللي فيها الوالد. الوالد ديالك توفى الله يرحمه، هو اللي باقي يعني باقي كما تيقولوا المغاربه ما قتلتوش المحافظه، يعني باقي هو المالك القانوني والشرعي يعني لهذيك العقار، وانتوما ما دليتوش بهذيك الاراثه اللي تثبتوا بانكم نتوما ورثه. أيه هذه الاولى. نعم تفضل سي حسين. يعني تساعدت الوفاه ديال الوالد راه داخله في الميراث واخا شات الوفاه، حيت ملي نعطيك مثال السي حسين ملي غدير المقال ديالك غدير مثلا لفائده الحسين بن 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 مثلا وورثته فلان 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 ياك. أيه. المحكمه ما عندهاش وثيقه اللي كتبت شكون نتوما، واش نتوما الورثه ولا من غير ورثه او غير ذلك، فمن طبيعه الحال المحامي ديال 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 الخصم ديالكم اللي كاري عندكم غادي يقول لهم هاد الناس راه ما عندهم الصفه، شكون هما هاد الناس اللي كيدعيونا حنا كيدعيو الموكيل ديالي، فهمتي السي حسين؟ اذا نتوما غادي خصكم تمشوفوا محامي اللي غدليو ليه بالوثائق غدليو ليه بشهاده الملكيه. الا كانت عندكم امكانيات ماديه سيروا قوموا بتسجيل ديال نفوسكم، دخلوا للمحافظه هذيك الاراثه ديالكم باش توليو نتوما مالكين قانونيين لهذاك العقار، ومن بعد رفعوا الدعوه ديال استرجاع داك المحل وتبتوا ديروا معاينه على اساس بانكم مثلا يعني ساكنين في واحد الدار اخرى او هذيك الدار ما قادكمش او مثلا نتوما عركارين في واحد الدار اخرى وما عندكم شي عقار اخر الى غير ذلك. خص مجموعه من الوثائق اللي غتشوفوها مع المحامي ديالكم اللي غدليو بها، والمحكمه اكيد لان هذا قانون الا تبتوا هذه الامور المحكمه تحكم لكم، الا ما تبتوهاش غترفض لكم الطلب. نعم يعني واخا راه هاد الوثائق كامله ويعني الحلمه ديال بان واخا دير هادشي. شوف اسمع تفضل السي حسين تفضل نسمعك. يعني بالوثائق بيد هاد الناس راه ولاد هاد السيد هذا اللي مات رغم ذلك ما تمشيش تحويل. خصك تثبتو، خصك تدلي بالشهاده الملكيه ودلي بالاراثه باعتبار نتوما ورثه فلان المالك، حيت المحكمه ما غتشوفش الاحق واش نتوما راكم ما غتخش في اطار اخر ديال موضوع اخر ما نهضروش فيه، ولكن غير الوثائق باش تثبتوا الصفه ديالكم. كتسمى الصفه ديالكم نتوما شكون، كتثبتوا المحكمه حنا راه الورثه ديال فلان، خصكم تثبتوا لهاد المساله هذه. المحكمه راه ما رفضاتش لكم، راه غير قالت لكم
راه باقي الوقت باش ترفعوا الدعوه، معناها راه باقي راك ما مقبولاش الدعوه لكم شكلا، حيت المحكمه يمكنش ترفض لكم واحد الحق، هذاك حق ثابت لكم بمقتضى القانون، وبالتالي باش تحصلوا عليه خصكم الطرق القانونيه باش توصلوا عليه، والطرق القانونيه خصكم تثبتوا الصفه ديالكم شكون فقط. نعم. وناخذ معنا اتصال اخر معنا لالا عزيزه من مراكش. مرحبا بك لالا. مرحبا، تفضلي لالا عزيزه. الو، مرحبا لالا. مدرجه لالا معايا. معاك لالا في المباشر، الا كان ممكن نقص الراديو بقي معنا في التليفون الله يخليك. داكوغ لالا. مرحبا لالا. شكرا لسكينه. تفضلي لالا عزيزه. الله يطول عمرك. شكرا استاذ النووي. مرحبا لالا عزيزه. شكرك بزاف. مرحبا. الله يخليك، بيت نستشر معاك في واحد القضيه السي النووي. مرحبا لالا. انا خدامه في واحد الشركه. نعم. ولو جيرون ديالها يعني ملي قال لي من دابا الاخر ديال الشهر، قال لي راه الشركه غادي دير فايت، قلبي على خدمه اخرى. نعم. وما عرفتش دابا انا اشنو ندير، واش نطلبوا بالتعويضات ديالي ولا اشنو ندير، مع علم انني ما مديكلارياش في لافينيسيس. ايوا هذه هي الوقيته، قبل ما قبل ما يسد الشركه ديري الاجراءات ديالك، حاولي انك يعني تطالبيه بعد على الاقل باش يصرح بك في الحال يعني في صندوق الدول، صندوق الضمان الاجتماعي، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكذلك تقومي بمطالبه بهذوك يعني المبالغ يعني اللي تم استخلاصها من الاجره ديالك وما قامش بالاداء ديالها يعني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الاولى. ثانيا انه الا بغى هو يعني يقوم بالاغلاق ديال المؤسسه او غيره. شحال انتما كاين في الشركه بعدا؟ انا اللي كاين هنا في البيرو، ولكن كاينين معاه السلاغي خدامين على برا، ما عرفتش انا شحال بالضبط. معنى كاين مجموعه ديال العمال اللي كاينين. كاينين وخبرهم كلهم بانه الشركه غيسدها. لا راه تيخرجوا شي من ورا شي، ماشي كيعوضهم كيعطيهم التعويضات ديالهم القانونيه. ما فراسيش ما عرفتش واش يعطيهم ولا. واشنو قال لك غادي نسدوا صافي سيري في حالك معاهم؟ قال لي غادي نسدوا، علمني من هنا تاع الاخر العام، قال لي وقلبي على خدمه اخرى، احنا راه الشركه غادي دير فايت بيت نسدها انا. لا ولكن واش دار الاجراءات ديالو في المحكمه التجاريه بانه غيدير فايت؟ واش دار؟ لا ما قال لي انا. ايوا اذا راه كيتلاعب، لانه مادام ما قامش يعني بفتح مسطره ديال التسويه القضائيه على اساس بانه راه واقع في ازمه ماليه معينه وانه ما يقدرش انه يواجه الديون ديالو، خصو يدير مسطره، خصو يفتح مسطر ديال السويه. الا ما فتحت ما دارش هذه الاجراءات هذه راه ما كاين حتى شي حاجه، راه غير فقط ربما انه باغي يغير النشاط بطريقه اخرى او باغي يتهنى من العمال ويجيب عمال اخرين او غير ذلك. فانت قومي بالاجراءات ديالك على اساس بانك تحفظي حق ديالك. اشنو خصني ندير استاذ؟ طالبي بعدا خصك تعني يتصرح بك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويرج وهذه المده اللي ما شرح اما انه يؤدي لك المبالغ اللي ما تمش التصريح بها، يعني هذه المده كلها استرجعها، لانه الا ما تمش التصريح بك راه ما تستافدي حتى شي حاجه. فعلى الاقل انك يصرح بك. ثانيا طالبي بجميع المبالغ اللي تم استخلاصها منك وما اداهاش، يعني من تاريخ او قد طلب بتعويض، لانه التصريح ديال 2014 ماشي هو 2000 ولا امتى؟ شحال من سنه انت خدامه دابا عنده؟ دابا جايه لدوزون. يلا عامين، اذا باقي جديد، على الاقل يصرح بك هذه السنه هذه ويرجع لك المبالغ اللي تم عند استخلاصها مع التعويض ديالك، ويعطيك الحساب ديال القانوني، يعني التعويضات القانونيه اللي مستحقه ديالك يعطيها لك. الا ما كانش انه فعلا عنده يعني ما كاينش يعني نيه اخرى انه فعلا ما غيغلقش المؤسسه، وربما انه غير باش تغادري المؤسسه او غير ذلك، المهم على الاقل يعوضك. الا كان اتفاق بينك وبينه باش يعوضك، ما كانش ديك الساعه ملي طردك او ملي غلق المؤسسه غتقوم باجراءات، تقدم دعوه للمحكمه على اساس انه طرد تعسفي وتطالب بالتعويض ديالك، وتقوم بالحجز على هذا المحل او محلات اخرى او اي حاجه اللي عنده باش ما يقدرش يبيعها، وديك الساعه تستخلص المبالغ ديال التعويضات ديالك المحكوم بها عن طريق المحكمه. نعم. و... شكرا استاذ النووي. شكرا. مرحبا لالا، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق اكيد. انا مازال مواصلين هذا اللقاء، وناخذ معنا اتصال اخر معنا لالا فاطمه من اكادير. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجازيك بخير بنتي سكينه. مرحبا لالا. والاستاذ سعيد النووي. يا ولدك سعيد توا مالك. مرحبا ولدي. مرحبا، الله يجازيك بخير. الله يطول عمرك. شحال هذا وانا متبعة البرامج ديال ميد راديو، بالخصوص هذا البرنامج. المهم ماشي بغيت نسولك. واخا استشارة قانونية. عندنا واحد الدار كانت ديال الدومين، يلا كملتها في طريطات هاد المهم ديال الشهر اخر 2014. والسيد ديالي توفى الله رحمه الله، وخلى واحد الدري ماشي ولدي انا، نعم ماشي مرة اخرى. هي سيدي الولد المرة الاولى، وانا عندي ثلاثة ديال الدراري. نعم. يحفظهم لك.
وامينه لالا. والدار المهم 62 متر، وعرفتي الدراري هو مسكين كان على قد الحال، هما لك الحمد وملي كبروا الوليدات دابزوا مع ديك الدويريات تصلحوها وقادوها وداك الشيء. دابا ملي كنت رابطه حق الله جات لي الدري قال لي بغيت حقي في الدار. نعم. قلت ليها ودي الدار مازال ما كملتش في الكريدي، راه باقا ديال البنكه ماشي ديالنا. نعم. ايوا المهم دابا ما عرفتش شنو غادي ندير استاذ. هو يعني شرعا هو يرث يعني كباقي هذا حقه الشرعي من طبيعه الحال. نعم. سيدي من طبيعه الحال. نعم. انا اللي كنقترح عليك باش تكون امور في اطار حبي وفي اطار يعني عائلي بين قوسين، غادي تشوفي شي عدول ياك. اي يا سيدي. وغادي تمشي تشوفي على اساس شحال غادي يجي في النصيب ديالو. اي يا سيدي. غادي تقوموا هذاك العقار حتى لا استدات يعني الضروره انك تشوفوا شي خبير عقاري حتى هو كذلك. إيه. وتشوفوا شحال غتجي هو بالضبط شحال. حيت دكتور اسمح لي. مرحبا. تباعت الدار نهار اللي راجلي بغى بدا التريطات وداك الشيء، تشرت من الدومين، هي ديال الدومين. فهمتك. الشراب 4 مليون و80 الف ريال. نعم. واش هي غادي تباع بداك الثمن او الثمن الجديد؟ لا الثمن الحالي. هكذاك استاذ. الثمن الحالي هو اللي غت على اساسه غديروا هاد بحال غتردوا عليه. بحال غتردوا عليه باعتبار نتوما عندكم يعني نصيب اكبر من النصيب ديالو هو. وغتشوفي المبلغ اللي غادي يقدر مثلا يجي هو شرعا، وغتبقى اما الا كان عندك امكانيات ماديه غتاديه ليه كله، ما كانش غتفقي معاه تعطيه حقه بشويه بشويه إن شاء الله. وتبقى هذيك يعني العائله يعني تبقى مستمره هذيك الصله مع خوتو، لانهم هذوك راه خوتو شرعا، لانه الاب ديالهم بجوج. يعني باش تبقى هذيك يعني صله الرحم تبقى بيناتكم كاملين، ما تمشيو لا محكمه ما تخاصموا ما والو. ايوا داك الشيء استاذ، انا داك الشيء اللي بغيت، ما بغيت زعما نخرج مع العيب، ما بغيتش نضيعه. انا لا راه من الصوت ديالك والله العظيم الصوت ديالك عرفت بان انسان اللي ما باغيش تاخذي حق واحد اخر. فإلا مشيتي في هذا الاطار الله تعالى غيبارك ليك، هو ياخذ حقه شرعا لانك عطاه لي الله تعالى داك حقه غياخذه، وتبقى الامور غاديه مزيان ان شاء الله تعالى في علاقتك بيه وعلاقتك مع الوليدات ديالو معاه. غير هو ربما يعني استاذ سعيد الانسان يوثق هذه الامور باش تبقى على بينه بانه خذ حقه شنو تم اتفاق عليه، باش هي تبقى حافظه وليداتها وراسها وهو تو يبقى حافظ حقه بطبيعه الحال. هادشي اللي خصو يكون. وان شاء الله بالتوفيق وبالسداد ويدير ربي اللي فيها الخير، والله يصفي الخواطر يا رب. غادي نتوقفوا مستمعينا الكرام مع اختيار غنائي، وراجعين نواصلوا في سيقوا مكالماتكم دائما مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي برئاسه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. بقوا معنا ما تمشيو فين. بغيت رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. كنرحبوا بكل اوفياء انا الكرام بكل مستمعينا من جديد، وغنمشيو ناخذوا معنا اتصال معنا دائما على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرسالة ديالكم ل 5080، ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. أيضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لالا خديجة هاد المرة من الرباط، مرحبا بك لالا. أهلا لالا، الله يبارك فيك. الله يطول لي عمرك، تفضلي. السلام عليكم أستاذ ناوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، بغيت نستشر معك واحد المسألة من الناحية القانونية، شنو نقدروا نديروا فيها؟ مرحبا. حنا دابا تقريبا عام ونص شرينا واحد الدار في اير بلس، ماشي مغديناش من في ريزيدونس ولا شي حاجه. ومول الدار ما قالناش بانه ما مضوبلش الحيط اللي بيننا وبين الجار اللي مقابل معنا. دابا لقينا المشكل ان الهضره اللي كيقولوا في الصاله والماء ديال الحمام والكوزينه كلشي كيتسمع عندنا. شنو نقدروا نديروا من الناحيه القانونيه مع هذا السيد هذا اللي باع لنا الدار؟ واش كاين شي امكانيه وشي اجراء قانوني نقدروا نديروا معاه باش يعاود يصيب لنا هاد الحيوط، ولا شنو نديروا؟ حرمة ما عرفناش واش ندعيوه واش شنو نديروا. هو حبيا هدرتوا معاه على اساس بانه يقوم باعاده اصلاح هاد الجدران هاد الحيوطه هادو. هاد الخطوه لا مازال ما درتش الخطوه هادي، وربما حيت صعب جدا. هو يعني القيمه او يعني
يعني النوع المنتوج ديال 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 العقار معين ربما انه تيخضع لواحد الخبره تقنيه باش تثبت فعلا بانه فعلا راه هذاك العقار او هذاك المواد المستعمله في البناء انه ان مواد غير يعني ماشي غير صالح وانما ماشي في قيمه عاليه في واحد الجوده عاليه بين قوسين. وهذا شأن مجموعة من العقارات اللي داخلين في إطار يعني السكن الاقتصادي. هي قلتي أخ بلس دو ماشي سكن اقتصادي ولكن ربما النوع يعني المواد المستعملة أنها ما كتمنعش هذاك يعني الأصوات اللي كتكون ديال الجيران ربما يكون بحال جالس معك في هذوك يسمع الصوت ديالك إلى غير ذلك. مع العلم أن المسكن له واحد الحرمة خاصة باعتبار أنه إنسان عندما يدخل المسكن دياله حتى أن القانون الجنائي يعني ربما غنمشي بعيد شوية الموضوع ولكن غير باش نحدد يعني حتى القانون الجنائي كيعطي واحد الحرمه خاصه يعني للسكن باعتبار انه الانسان يفضي فيه باي شيء هو مكان اسراره هو مكان يعني الراحه ديالو هو مجموعه ديال الاشياء. فحتى كتزيد تلقى مثلا ان يعني الكنائس معينه او مساجد معينه كتلقى فيهم واحد البناء اللي خاص اللي كتدخل ليه وسط الضوضاء ولكن ملي كتدخل داخل كتلقى واحد السكينه واحد الراحه وكتلقى يعني سميتو الصوت لا ينبعد يعني ملي كتخش لانه كاين واحد البناء او طريقه البناء واحد الطريقه اللي رائعه جدا لانه كتمنع دخول اصوات يعني لهذاك المكان او في استوديو ديالنا احنا حاليا ربما انه يعني الصحفيين المحيطين بالستوديو انهم تيهضروا هذا ولكن ما كيتسمعش داخل لانه كاين واحد السياج معين وكاين واحد البناء او عازل بين قوسين كيمنع هذيك الاصوات. فاعتقد ان في اطار القواعد العامه ان يعني المالك او يعني البائع ديال هذاك العقار او يعني المشيد ديال العقار كيبقى مسؤول. اعتقد ان ما كنذكرش دابا المده ولكن اعتقد 3 اشهر اعتقد من تسلم العقار الى تسلمتي العقار داخل 3 اشهر ولم تبدي اي تحفظ على العقار باعتبار مثلا نوع البناء اللي مصيب به هذاك العقار نوع الجدران او نوع الصباغه او نوع البلاكارات اللي كنا اتفقنا مثلا غيتسمي يكون واحد الخشب معين ما تصاوبش او غير ذلك. فهنا الا كان مثلا العقد اللي تم ابرام ديالو فيه هذه المواصفات ودخلت العقار وما لقيتش فيه هذه المواصفات اللي متفق عليها عندي الحق ندير واحد نوع من الاحتجاج بين قوسين انني نخبر الشخص بان وراء هذه الامور اتفقنا ما كايناش بحال نوع من الاحتجاج ريكلاماسيون يعني فيزافي لهذاك داك لابيرسون هذاك الشخص اللي المالك ديال العقار او البايع العقار او المشيد ديال العقار. فإلا مشات هذه المده اعتقد هي 3 شهور انا نقدر نتاكد يعني في اسبوع المقبل ان شاء الله تعالى ولكن اعتقد 3 اشهر. فإلا ما دارش التحفظ صعب جدا بانه طالب المالك او البائع بانه يصلح لك العقار. لكن الا كان الضرر ما تمش يعني ما ظهرش حتى من بعد فهنا ممكن انك تدير واحد خبره تقنيه عن طريق يعني خبير فني في العقار يعني في البناء ويقوم بوضع خبره معينه على اساس بانه البناء اللي كاين الان ما كيمنعش هذاك الاصوات انها تصدر على سميتو نسمع الجيران هما يسمعوا الجيران الى غير ذلك. حتى في يعني بعض المرات يكون حتى في البيت ديال يعني الشخص يعني في بيت يعني الحميمي بين قوسين انه كتسمع اصوات الى غير ذلك فهذا يعني نوع من الضرر النفسي للشخص. فهذيك الخبره ممكن تكون كحجه بعد ما يكونوا داروا محاوله ديال 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 محبيه الى بغى انه يجيبوه مثلا يسمع بانه ولكن اصوات كتسمع يقوم بهدم او زياده جدار او غير ذلك. ما كانش ديك الساعه غادي يديروا دعوه عن طريق القضاء يعني اما في الموضوع اما في استعجالي وان كان لكان المساله مستعجله يديروا عن طريق استعجالي من اجل رفع الضرر باعتبار هذا ضرر وتما ربما المحكمه تحكم يعني اما انها تلقائيا مادام عندها خبره تلقائيا تحكم برفع الضرر او يمشوا في الموضوع. انا كنصح لانه بعض الاحيان استعجالي دقيق جدا وصعب جدا انه يقبل بحال هذه الامور لانها كتكون اخذ ورد يعني بين 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 بين, بين المالك وبين البائع او المشتري او غير ذلك. فيمشيوا للموضوع ويطالبوا بخبره على اساس من المحكمه تحدد لهم خبره وديك الساعه غادي يبان بانه كاين ضرر معين والمحكمه ربما ان ترفع الضرر الا كان ضرر اللي يسبب فعلا واحد نوع من من من, من عدم الراحه داخل البيت. نعم وناخذوا معنا لاله خديجه لكن هذه المره من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. على عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول لي عمرك لاله. لاله كي دايره استاذ؟ لاباس عليك. الحمد لله لاله خديجه بارك الله فيك. الله يحفظك استاذ. بغيت واحد استشاره قانونيه. الله يحفظك. مرحبا لاله. احنا استاذ كان مات الوالد ديالنا في 2006. نعم. احنا هي 9 ديال الوراثه. نعم. المهم قسمنا داك الشيء اللي خلى اللي رزق اللي خلى لنا بتراضي. نعم. قص
كتبنا بالتراضي وواحد الاخ ديالي شي مكازا حتى شي 200 متر وكان با مداعي مع شي حد عليها. نعم. المهم هاد من 2006 لهاد العام 2014 تحكمت بصالحهم، ولكن من بغينا نقسمو قلنا الاخ ديالي نخليو هادي ربي مداعي عليها نخليوها تنشوف شنو. قلنا لا غير تعطيوها ليا في حقي انا مكلف انا نتحمل مسؤوليتها. المهم خدا هذاك الاخ ديالي مع الورث ديالو. نعم. دابا مني تحكمت بصالحهم في 2014 خداوها، قلنا لي هذيك 200 متر ديال هذيك المكازا نعوضوها لك في بلاصه اخرى باقي عندنا. نعم. مشى دعانا قال لك لا بغى يعاود القسمه، هو بايع باع لواحد جوج خواساتي وباع شي حد اخر براني، ودابا راه دعانا قال لك تعاود القسمه من الاول. واش هاد كيفاش؟ لا هو القسمه اللي دارت حبيه وتراجع اي وارث عن القسمه من حقه ياك، ولكن هنا كتقولي لي معطى اخر هو انه قام بيع شي حاجه. باع لواحد جوج خواتاتي. الى باع براني. الى باع هذاك اللي تباع ما بقى فين يتراجع، هو تباع تكتب تسجل سالة ياك وخد الفلوس وكل شيء. اه وسجلته في محافظه البيع. اه باع صافي هذاك سالة، هذا الموضوع سالة، ولكن الاشياء الاخرى اللي باقا على الشياع اللي بقى مشتركه معكم. أه؟ عنده الحق يعاود يرفع دعوى. أه؟ مادام انه ما بقاش راضي على هذيك القسمه، مادام ما قمتوش بالاجراءات، ما سجلتوش في المحافظه، ما قمتوش بكل الاجراءات اللي خصها الدار، عنده الحق يتراجع، وديك الساعه عنده الحق يرفع دعوى يعني ديال القسمه امام المحكمه، وديك الساعه المحكمه تعين لي خبير في كل العقارات اللي كاينه منك على الشيء. ولكن هو قال لك لا البيع صافي، البيع سالة. أه؟ البيع اللي باع ليها ما فيها نقاش. ما فيها نقاش. لا ولكن هذوك اللي باع لهم خواتاتي ماشي داخلين، باقي ما دخلوش المحافظه. ايوا خصهم يدخلوا المحافظه، ولكن خصهم عندهم عقد البيع، خصهم يدخلوه. عندهم غير عقد البيع. اييه يدخلوه دابا ماشي مشكل، يسجلوه ويدخلوه. فهمتي فهاد الفتره هذه يدخلوه باش يضمنوا حقهم باش يثبت. ما يمكنش حيت من اللي غيمشي يدير واحد التقييد احتياط غيديروا في محافظه، فبالتالي ما غيكون حتى شي اجراء يقدر يتم من بعد. فالامور غتاخذ واحد من حق اخر، هما يقوموا بالاجراءات ديالهم يسجلوا البيع ديالهم في محافظه وياخذوا شهاده الملكيه بانهم راه تسجل البيع ديالهم، غيكونوا سلاو المسطره. ولا ما دخلوش راه ما باقيش، لانه غيوقع مشكل يقدر يعني يقوم بحاز صعب باش انه المحافظ انه غادي يدخل ذاك البيع، يعني خصو يعاود يرفع الحاز، وعلاش دار الحاز او دار التقييد الاحتياطي لغادك. فهاد الامور ما يدخلوش فيها، هما يقوموا بالاجراءات ديالهم، يمشي يسجلوا البيوعات ديالهم في المحافظه العقاريه، يخلصوا عليها يعني الرسوم اللي خصها تخلص، وياخذوا شهاده الملكيه بانهم راه صافي سجلوا العقد ديالهم ياك. اصبحوا مالكين لهذاك العقار. لكن في غير هذوك يعني الاشياء اللي تباعت او العقارات اللي تباعت، عنده الحق انه يقوم برفع دعوى ديال القسمه باعتبار انه كيبان لي اصبح متضررا او غير ذلك. فكان في البدايه تقوم بهذه الاجراءات كلها، انتم درتوا قسمه عرضائيه، كنتوا تقوموا بتسجيلها في المحافظه العقاريه وتاخذوا الرسومات ديالكم، وتكون ديك الساعه نهيتوا هذه حاله الشياع بصفه نهائيه. لكن للاسف بقى الامر مفتوح، فهو من حقه عنده يتراجع للاسف. بقى مفتوح قسمنا صافي بالتراضي. نعم. هو دابا ما بقاش تراضي والو، ما بقاش يعاود يرجع يتراجع يتراضى معاكم ولا شي حاجه، ما بقاش. لا غير كيعاود قسمه وحنا كاين اللي بنات. ايوا غيكون ضرر بالنسبه لكم، غيكون ضرر للاسف. كاين ضرر. وعلاش دار هكا؟ حيت هو من 2006 وهو مستافد. نعم. حنا يلاه دابا في هاد 2014 عاد صوبنا داكشي اللي عطانا وعاد قادينا. إذا كان مستافد شي بلاصه راه ممكن تطالبوا باستغلال. حتى هو غادي 2006 هو كيفاش؟ إذا كان كيستغل شي بلاصه عندكم الحق تطالبوا باستغلال في هذيك العقار اللي كان كيستغلوا بوحدو. نعم. فهذه الامور هي كتدخل في اطار المحاسبه. للاسف. فاصل اعلاني ونرجعوا معك استاذ سعيد النووي. بغيت رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين مستمرين معكم في الدقائق المتبقيه من زمن البرنامج دائما مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. ناخذوا معنا مكالمه الاوفياء من جديد. معنا لاله سلوى هذه المره من فاس، مرحبا بك لاله. لاله سلوى تفضلي. الو. مرحبا تفضلي لاله. السلام عليكم حبيبه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا اختي شكرا جزيلا على هذا البرنامج، وشكرا جزيلا كذلك للاستاذ النووي. مرحبا بلاله، الله يطول عمرك. الله يجازيك بخير. انا عندي واحد المشكل، سلفت شي فلوس لواحد السيد وكان عطاني في المقابل واحد الاعتراف بدين. هذا الاعتراف بدين انا ما حضرتلوش، ما تسناش قدامي، لان انا في مدينه والسيد في مدينه، وحتى الفلوس اللي كنخدها خداها على مراحل. كاين الفلوس اللي خداها على طريق البوسطه مثلا اذا بقى عندي الاثباتات ديالها. نعم. وكاين لي صوم الكبار اللي كنجد بيدي. نعم. انا ما كان عمري ما شكيت ان ديك الورقه مزوره، كنت كنتسنى عطاني واحد الاجل، فات هذاك الاجل بقيت كنتسنى السيد ديما
تيقلب على لي بخاتك هكذا ما بغاش يعطيني فلوسي. فاش بدا كيطمطل بزاف انا قلت نمشي نتاكد بعدا من ديك الورقه واش صحيحه او ما صحيحاش. فاش مشيت نتاكد كنلقاها مزوره. السيد فاش ساق لي الخبر عقد باللي الورقه مزوره وغادي نرفع عليه دعوه، جا هو سبقني لهنا للمدينه ديالي وجا دار بيا شكايه هنايا وكيدعي انه هو اللي كيتسني الفلوس وباش كيثبت هذيك الفلوس اللي كنت كنصيفط ليه انا زعما على انني كنت كنرد ليه الفلوس ديالو. دابا انا اللي عندي في يدي عندي هذه الورقه ديال الاعتراف بدين مع العلم انها مزوره من جهه، ومن جهه اخرى عندي واحد التسجيلات صوتيه مكالمات صوتيه كنت سجلتها له كنهضروا فيها كذا على الفلوس بالتفاصيل. ولا لا سلوى يعني شنو اللي في هذه الورقه في تزوير؟ لانه اعتراف بدين اعتراف بدين، انا الموقع اسفله فلان بن فلان اعترف بانه فلان من فلان سلم عنده المبلغ الفلاني. هي هذه، ولكن ملي كتشوف ملي كتحقق فيها في ديك الطومبو اللي كاين تحت وديك لا سيناتور كتلقى ان السيد مضبطك ديك الامور، فهمتي؟ بحال الا مسكانيها ولا ما نعرف. الو يعني ماشي عارف واش التسجيلات الصوتيه واش اثبات واش كيتخاد بها عند هاد المحكمه، واش انا نقدر مثلا نثبت نطلب من وكيل الملك انه يطلب مثلا التسجيل الاصلي اللي كاين عند لوبيراتور ولا ما يمكنش؟ واذا كان ممكن بغيت نعرف هذاك التسجيل الصوتي اللي غادي يبقى دوريجين اللي غادي يبقى عند لوبيراتور شحال كيبقى المده، زعما شحال الاجل اللي نقدر انا نطلب فيه هاد الاثبات هذا. واخا سلوى شنو علاقتك بهذا الشخص هذا؟ هي بصراحه سير كيدير تجاره او اوهمني انه كيدير تجاره وانا ثقته. لا يعني كنتكلم على علاقه القرابه معه. لا ما كاينش قرابه. لا اذا لله في سبيل الله سلفتيه؟ لا انا قلت لك هاد السيد هذا كيدير تجاره. لا كيدير تجاره ولكن على اي أرباح؟ اساس على اي اساس كيعطيك شي ارباح؟ شديت وانا حتى فلوسي ما شديتهمش كلشي. لا انت اساسا عطيتي دوك فلوس على اساس بانه يستثمرهم ويرد لك الارباح ديالها. فوالا ياك. ومن بعد فات الاجل اللي كان داير معايا وبدا كيتماطل ما بغاش يعطيني هاد المده ديال 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 السلف. شحال كانت المده تقريبا؟ هو كان عطيني اجل تاع شهر فقط. نو شحال انت باش عطيتيه الفلوس؟ شحال المده وانت كتعاملي معاه مثلا؟ من شهر 4. يلا هذا الشيء جديد. وما عمرو عطاك شي حاجه الرباح ديال ديك الفلوس اللي عطيتيه؟ لا ابدا عمري ما شديت. واخا شنو هي الشكايه اللي دار بك او الموضوع او الدعوه اللي دار بك في فاس؟ هو فاش ساق لي الخبر باللي انا سقت الخبر باللي ديك الورقه مزوره جا سقني لهنا فاس ومشى كيدير شكايه عند وكيل الملك يقول انني نصبت عليه. دارك شكايه من اصل النصب والاحتيال ياك؟ اييه. عيطوا لك البوليس؟ عيطوا لي ودروا معنا مزيان استمعوا ليك. استمعوا لي. عطيتيهم نسخه من هذاك الاعتراف بدين اللي عطاك؟ عطيتهم نسخه وعطيتهم حتى واحد الوصولات اللي صيفطتي بهم. واخا لا سولا هذوك الوصولات او داك اللي سميتو الوصولات اللي باش صيفطتي لي فلوس عطيتيهم تهما للسيد وكيل الملك؟ عطيتهم ولكن المشكل اللي كاين ان لي صوم الكبارين جدهم بيدي ما عنديش اثبات ديالهم. يعني كانت كتصيفط له غير ماشي مشكل هذوك التسجيلات الصوتيه شنو فيهم؟ فيهم كنهضروا على الفلوس كنقول له سلف لك القد والقد كيقول لي خديتي في طريق خديتي وعندك عندك هادو ولا خص طالبين من عندك انت مسجلاهم؟ عطيتهم للبوليس؟ عندي عطيتهم للسامه. واخا عطيتيهم للسيد وكيل الملك؟ حتى وكيل الملك راه استمع لهم ولكن ما فهمتش علاش ما فرغوهمش في محضر ما داروش المحضر ديالهم؟ ما عرفتش والله ما عرفت انا. المهم عطيتهم الشرطه القضائيه نهار سولوني المره الاولى مزيان. والمره الثانيه عاد فاش مشيت عند وكيل الملك عاد ديت سيدي واحد اخر داش الاكستري عطيني فيه الاثبات ديال هذاك الشيء اللي كنقول. واخا ما كاينش عندك شي شهود اللي عارفين هذه الواقعه هذه؟ للاسف لا ما عنديش. حتى شي واحد؟ لا ما عنديش. واخا شنو قال لك السيد وكيل الملك ملي مشيتي عنده؟ هو استمع لينا وانا حسيت به ان متيقني ان فعلا الفلوس ديالي هو ما كيتسني حتى شي حاجه ولكن في الاخر فاش استمع ليا ولي من بعد رد عاوتاني لافير عند سميتو الشرطه القضائيه باش تعمق البحث. نعم والان اش من مرحله فيها انتوما؟ مازال دابا هذيك اكثر من وحنا كنتسناو قال لك غادي يمشي هذاك وكيل سميتو لابوليس جوريسي غادي تمشي لعين المكان ديك البلاصه باش يبحثوا وعاد يرجعوا لهنا عاوتاني يكملوا المحضر. للاسف. اذا انا اعتقد الواقعه يعني واقعه تقنيه يعني الاثبات للسيد وكيل الملك هو مساله تقنيه يعني السيد وكيل الملك عنده الامكانيات باش انه يتصل باي يعني شبكه معينه
وبالتالي انه هذيك الشبكه غتمد ربما بجميع المكالمات اللي تمت بيناتكم، لانه تيكون الهاتف يعني ديالك وديالو كيكون مسجل، وبالتالي انه جميع المكالمات اللي تمت بيناتكم يكون مطمئن جدا غادي ياخذها السيد وكيل الملك وغادي يطالع عليها ويستمع لها ويتم تفريغها في محضر قانوني، وغتكون كحجه يعني قاطعه بيناتكم. الا كان فعلا يعني ما كتقولي هو راه صحيح فعلا بانه كاين معامله ماديه بينك وبينه، انك تقولي بان يعني اديت لك مبلغ كذا او كذا، فالمحتوى ديال هذه المكالمات راه غتكون حجه قاطعه ما بيناتكم، باعتبار هو الى 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 قال بانه فعلا كانت مكالمات بيناتكم انت، واكد يعني يعني المشتكي بين قوسين اصبح هو مشتكي، ولكن الان يعني بجوجكم يعني في عند السيد وكيل الملك يعني في يعني في موقع واحد او في توازن، بجوجكم عندكم حجاج، بجوجكم كدعيو، فالفاصل بيناتكم هما الحجاج اللي كاينه، التسجيلات اللي كاينه الان، حتى ذاك الاعتراف لانه مزور، فبالتالي انه صعب جدا انه يثبت يعني واقعه ديال الاداء او غير ذلك، فكيبقى التسجيل الصوتي هما عندهم صبغه واقع قانونية. ولكن بدايه حجه فعلا، ولكن السيد وكيل الملك انه عنده وسائل اخرى باش غادي توصل الحقيقه، لانه له سلطه تقديريه باش انه يقيم الحجاج، وبالتالي بان ليه يعني من خلال يعني حتى مثلا يعني التصريحات ديال الشخص انه كان فيها نوع من التناقض او غير ذلك، او مثلا لمشى قام مثلا ربما انه يكون هو عنده مثلا اشخاص كيتعامل معاهم في ديك التجاره معينه، وقدر يفضي لشخص معين بانه راه مثلا راه الفلوس مثلا ديال فلانه او غير ذلك، ربما كاين مجموعه من الاشياء اللي ممكن توصل حقه. غير باش نطمئن الاخت سلوى من فاس انه يعني ان شاء الله تعالى راه هاد الحجاج اللي عندك راه ممكن انها توصل النتيجه ديالك باذن الله. شكرا جزيلا لك استاذ سعيد النووي، ما سخيناش بك ولكن الوقت مر بسرعه، الموعد اكيد انه كيتجدد الاسبوع المقبل باذن الله. استاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. كنشكر مجدولين على مال ادريسي اللي رافقتنا اليوم في الاخراج، سميحه في استقبال مكالماتكم، شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.